السلام عليكم اخويا. حنا اخويا انا العمال ديال مارتسيل هنايا خدامين في هذا السبيطار هنايا ديال بني. حنا اخويا كنا خدامين هنايا وبقينا خدامين هنايا، ما علمونا الشركه ما علمتنا ما والو، يعني خلونا حتى الاخر مطاف وعاد علمونا بلي قالوا لنا بلي ان راكم حابسين، يعني حتى تقاضى ترونسبور يعني حبسوا كل شيء، ما بقى لا ترونسبور لا والو، ما عندنا لا فين نمشي ولا فين نجي ولا العائله ديالنا. وديجا الشركه خلصتنا قبل ما يوقع هذا الشيء، ويعني داك الفلوس اللي كانوا عندنا حنا اصلا سردناهم الدار هيدا، ما بقى عندنا ما ناكلو ما قعدنا ما نشربو، يعني مشينا عند السلطات، مشينا للكوميساريه، مشينا للقياده، مشينا عند الباشا، مشينا للمقاطعات، يعني كنا نلتجئ للسلطه هي اللي غدير لنا الحل. مشينا يعني حتى شي واحد ما عطانا شي حل، حتى شي واحد يعني بقينا حاصلين هنايا. وديجا هاد الشتا اللي دازت علينا، هاد الشتا يعني تكرفصنا بالشتا والجوع، ما عندنا لا ما ناكلو ولا ما نشربو، وداك الفلوس اللي كانوا عندنا سردناهم يعني للعائله ديالنا حتى هما اصلا محتاجين، وبقينا حاصلين هنايا. هذا هو الشيء اللي كاين، يعني وحنا مكرفسين هنا، يعني كنطلبوا من السلطات ولا شي حاجه يتساعدوا معنا ويشوفوا لنا الا كاين شي حل، هيدا ما امكن يصدروا لنا بحالنا ولا نشوفوا لنا شي حل هنا ويدبروا لنا ما ناكلوا ولا ما نشربوا. السلام عليكم. حنا العمال ديال مارتين خدامين في المستشفى هنايا جديد كيتبنى. المهم الشركه وقفت الخدمه، ما علموناش على حاله الطوارئ بان راه غادي توقف الخدمه، خلاو حتى الاخر المطاف تاع حبس الترونسبور وكلش. بقينا هنايا في الشانتي المهم شي 11 واحد، ما كاين لا ماكله لا حتى شي حاجه لا خلاص. المهم ما عرفنا شنو الحل اللي غايديروا معانا. المهم دابا حنايا راحنا حاصلين هنايا، ما كاين حتى شي حاجه لا ما ناكلو لا والو، بغينا نمشيو بحالنا ما كاين لا ترونسبور لا والو. المهم شي حاجه شي عاون ولا شي حاجه جا لعندنا هنايا يسولنا شنو خاصكم ولا شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. حبست الخدمه صافي، بقينا حابسين دابا ما عندنا ما ناكل. السلام عليكم اخواني اخواتي. حنا واحد العمال ديال خدامين هنا في مارتيل، كنخدموا في البني، والشركه اللي كنا خدامين معها بقينا خدامين معها حتى الاخيره مطاف، وما علمتناش باش نوقفوا. وحنا راه دابا ديجا حنا راه حاصلين بين تقريبا واحد 11 واحد اليوم، كنطالبوا باش تدخلوا الله يجازيكم بخير. ما عندناش ما ناكلوا ما عندناش من هذا، وحتى السكنه اللي ساكن فيها راه واحد الحاله لا يرتلى لها، وما عندنا لا معقمات لا حتى شي حاجه باش سميتو. اليوم كان الله يجازيكم بخير، تدخلوا وشوفوا المهم هذا الحل ديالنا.